يواجه فريق الملعب التونسي فريق النادي البنزرتي في نهائي كاس تونس لكي تشاهد معنا المباراه مع عليك فضل الطاقه في لايك والاشتراك في القناه وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى دي المباراه ملعب استاد اولمبي الحمد العقب براديس توقيت المباراه سوف يكون في مساء الخميس مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعه السادسة بتوقيت القاهره والساعه السابعة مساء بتوقيت قطر والسعوديه والامارات سوف تنقل المباراه عبر قناه الوطني الوحيد وقناة الكاس اتش دي واحد الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراة القوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة سنركم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة والتفاعل الخاص تترسع كل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة ونعتبر لكم موعد في مواد قادم